السلام عليكم. وكالة أقمار صناعية ترصد صور جديدة من داخل إيران، مادة وطهران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية أن إيران تستعد لتنفيذ عملية إطلاق فضائية في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول النووي في فيينا. وبحسب الصور التي التقطتها شركة بلانت بلاس الأمريكية وحصلت عليها وكالة أسوشيتد بريس، فإن الإطلاق المحتمل من قاعدة الخميني الفضائية الواقعة بسهول الصحراوية لمحافظة سمنان على بعد 240 كيلومترا جنوبي شرقي العاصمة طهران. وتظهر في الصور مركبة دعم تقف بجانب جسر رافع أبيض، والذي عادة ما يحمل صاروخ على منصة الإطلاق. وأوضحت الوكالة أن مركبة الدعم أظهرت في الصور فضائية أخرى للمواقع قبل الإطلاق، كما تظهر في الصور أيضا رافعة هيدروليكية شوهدت في عمليات إطلاق سابقة، ويرجح أنها استخدمت في صيانة الصواريخ. يأتي ذلك في الوقت الذي عرضت فيه وسائل إعلام حكومية إيرانية قائمة بالعمليات المخططة لإطلاق أقمار صناعية في إطار برنامج الفضاء المدني الإيراني الذي عانى سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة. واتهمت إيران الأحد الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي. وفي وقت سابق أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.